يقول السائل: ما نصيحة الشباب الذين ديدنهم الخلافات بين العلماء ويتبعون زلاتهم؟ فما نصيحتكم لهؤلاء؟ هذا من الفتنة. الواجب على الناس وعلى الشباب خصوصا الثقة بالعلماء، الثقة بالعلماء والتعلم على أيديهم والجلوس في حلقاتهم وأخذ العلم عنهم، هذا دسيسة من الأعداء ليفصلوا بين العلماء وبين الشباب، هذه دسيسة من المنافقين والمغرضين من أجل أن يفصلوا شباب الأمة عن علماء الأمة. والواجب أن يكون الشباب محبين لأهل العلم، مقتدين بهم، يتعلمون منهم ويسألونهم، هذا هو الواجب.